دايما بيجي لنا سؤال متكرر، وللاسف بسبب ارتفاع نسبه الطلاق في الفتره الاخيره فبنلاقي بعض الامهات تقول لك انا مش قادره ان انا اربي الاولاد وهم هيكونوا مع والدهم اكتر علشان هيكون مسؤول عنهم يقدر يصرف عليهم وغيره. هنا الام عليها اسم لو عملت هذا الامر؟ اذا كان في مقدرتها الرعايه وهم في مرحله عمريه يحتاجوا لرعايتها هتبقى مقصره. وخلينا نقول ده مهم جدا. ليه؟ لان احنا المرحله العمريه للاطفال بيبقوا محتاجين لوجود الام فيها وهي عندها القدره على رعايتهم، وخصوصا ان الاب في المرحله دي هيبقى بينفق عليهم وجوبا ولزاما، هيبقى بينفق عليهم، فما فيش ما يمنع ان هي تقوم بدورها في الامومه. لان بالمناسبه الامومه هو ده الدور المنوط بالمراه واعظم ادوارها في الحياه، الاولويه الاولى ليها المفروض، ماهيتها الاولى. نعم. يعني ده اعظم ادوارها في الحياه، فهي ما تقصرش في هذا الدور لاي سبب هي شايفاه. مثلا ان لا انا هتخلى عن مسؤوليه تربية أبناء، أنا هتخلى عنهم تماما، حتى مش هسأل عنهم، لأن احنا قلنا أن الانفصال بين الزوجين الأصل فيه أنه يؤثر على الأبناء، نشأة الأبناء.